على ذا العونة وعلى ذا العونة راح الدواعش اجت كورونا، لا بدي بي ولا بدي امي، بدي كورونا يحل عني. فيروس غامض جديد يحل على العالم ويجعله في تأهب. من الصين إلى القارات الخمس يزحف فيروس كورونا. عن أول حالة إصابة مؤكدة بحسب مستشفى رفيق الحريري أصبحت موجودة بلبنان. هلا ونحن بدهم يلقحونا شيء؟ لا لا تخافوا، انتوا ما راح يلقحوكم. يعفو يا مطوي يا بنتي، هالشايع ما بين اليوم سلنقاو. لا ما بين. وإله بالعادة يقطع له شي يوم يومين ما يبين يعني. سليم شو حالك لأبري؟ بسم الله عليك. رحت لعنده على الدكان لأشتري زيت، يا دلو شفته غشيان بأرض هالدكان، ووافي مرته برا عم تراجع مصارينا. عم فكر جيب قطة القعدة لهون على الآن، لأنه باينتا الشغلة مطولة كتير. ايش في خيو؟ ايش في يا جماعة؟ كورونا كورونا كورونا، صلعتوا سمعنا بكورونا، ايش بكون؟ صلوا على النبي. هلا بعدين انتوا جماعة ما كل عالكم يعني، هلا انتوا هلا لما صار كورونا، صرتوا تسبحوا ربكم، صرتوا تروحوا على الجوامع، لا عفوا حتى الجوامع بدهم يوقفوا الجوامع. لا اله الا الله. ان شاء الله يا رب يا جماعة نقدر هيك نرسم الابتسامة. عفوا طيطوني يا بدر. الو أهلا يا حبيبي، أهلا يا أبو أحمد، شلونك أبوي؟ شو أخبارك؟ شو؟ نجي لا حبيبي لا الله يرضى عليك، لا روحي لا، مشتاق لي والله ماني مشتاق، طول أنا، لا ايش لعندك؟ ليش؟ شو ليش؟ لح كورونا خيو كورونا، ايش راسني أنت بركي أنت مع كورونا؟ لا، لك حبيب قلبي الله يرضى عليك، بدك مني شيء على التليفون. إذا شفتني بالشارع لا تسلم علي، أصلا ما رح تشوفني، ما رح تشوفني بالشارع أبدا. سلام، ما ناقصني. باي. يا جماعة الخير، الموضوع تطور زيادة عن اللزوم، كتير. دول عظمى، دول كبيرة جمدت، مو دول، كل العالم جمد هيك فجأة، سبحان الله هيك فجأة هيك، وقبض الدنيا كلياتها، ليش؟ كورونا. رح نحكي شوي مواضيع تطورت خلال هالكم يوم بموضوع كورونا. قبل كل شيء، قبل ما حدا يتزلك علي ويقول لي انه انت عم تضحك وتعمل نكته وتضحك العالم والموضوع مصيري والموضوع جدي، حبيبي بحب اقول لك بصراحه انه انا شخصيا محتوى قناتي عباره عن ضحك ومزح ومقالب وتحديات وسكتشات ومن الحديث. انا شخصيا يعني ما لقيتها مناسبة انه اعمل مقطع تمثيلي او صراحة عملت، بس ما بقى فيني اتقل العيار اكتر من هيك، بدي احكي شو صار بس بطريقة فيها شوية ضحك ومزح مثل ما بيقولوا. انا مضحك يا جماعة، يوم كورونا بيهدد العالم، بيهدد انه يصير شيء يمكن يصير يوم لقيامة. ايه والله العظيم يا جماعة، كتير ناس بعرفهم فجأة صارت خاف الله. بعمرها ما دخلت على الجامع. بعمرها لا صلاة جمعة، لا تراويح، لا رمضان، ولا شيء ولا هم يحزنون. فجأة هيك اجت الهداية من عند الله سبحان الله. طيب يا جماعة، رح نحكي اليوم جولة سريعة حول العالم، ابتداء من لبنان لسوريا لأوروبا تركيا، شو صار في كورونا. بداية من لبنان حبايب قلبي، لبنان مثل ما بتعرفوا من حوالي أقل من شهر انتشر هالوباء الخطير، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يبعده عنا وجاه الحبيب محمد. اول شغله قلت هلع كبيره تشهدها لبنان، كل شيء سوبر ماركت فوق بعضهم العالم عم بيمونوا. هون ناس على الكاس بستوريوم، ليك وانا الكديت تبعي. يعني ما بخبركم هلا، بعدين بقلكم قديه الحساب، الناس رح تاكل بعضها. يعني حالة الطوارئ صارت، بس لمين؟ للمطاعم ما في ولا مطعم فاتح، للمدارس ما في ولا مدرسة خاصة أو رسمية، للمؤسسات الحكومية خالص، باقي المؤسسات أو المصالح الخاصة. يعني احتمال كبير عم بيقولوا إنه كمان بدها تسكر، منع تجول وخالصين.
يعني حجر صحي لكل لبنان. للأسف اغلاق الحدود مع سوريا. ليش في سوريا في كورونا؟ ما بتعرفوا انه في سوريا ما في كورونا؟ ليش ما في كورونا؟ لأن كورونا انفلج. اجى هو كورونا بده يجي على سوريا. شو صار يا حزركم؟ اجوا الجماعة بسوريا اعطوهم كمامات. قالوا لحبايب قلبي بتاخذوا هاي الكمامة بتحطوها هيك حبايب قلبي. لأنه في شغلة كتير ما هي كويسة بتغزي العالم. شو ساوي يا حزركم جماعة المدارس لدول الطلاب حبايب قلبي؟ صاروا يتناوبوا على الكمامة. كورونا انفلج. الله يبعدوا عنا وعنكم بجاه الحبيب محمد يا رب. ثلاث حالات ماتوا بلبنان اليوم الحالة الثالثة. طبعا هذا الشيء بيكون اللي ما يعني هذا كورونا عبارة عن فيروس بيجي على اي حدا بيجي على اي حدا طبعا. بس اذا انت مناعتك قوية بدون ما انت تحس بيطرده. اذا الشخص مناعته قليلة طبعا هذا الشيء بيكون للناس الكبار بالعمر. شعر هالايام يا جماعة لا تبوسني وتصافحني ضحكتك بوشي بتكفيني. خليك بعيد عني يستر على اختك. بدك تترك مسافة 3 امتار بينك وبين الشخص. امك ابوك اختك زوجتك. زوجتك ايه معلش الله يعني يلا يعني احكوا مع بعض على الواتساب يعني ضروري الله انه تشتغلها وتحبها وتعمل لي حالك الله انه انت رومانسي وما رومانسي يعني خلص بقى الله مشيها يعني ان شاء الله عن جد عن جد تنتهي القصة. عبيقولوا انه بالصيف بيموت الفيروس خلال فترة يعني بس صار الشمس بيموت. ايطاليا منع تجول تحت طائلة الغرامة المالية. يعني انت ببساطة اذا شافوك بالشارع تعا حبيبي تعا 300 يورو انت طلعت من البيت. ايطاليا كلها روما كلها باي باي. تعليق منافسات دوري ابطال اوروبا الى اشعار اخر. عن جد برشلونة ريال مدريد باي باي. بيقولوا كمان سمعت لكم سمع نص لاعبين ريال مدريد قال شو اصابهم كورونا بس متكتمين على السر ما عاد يحكي. سوريا ايقاف جميع النشاطات الرياضية في سوريا من تاريخ 14 شهر حالي الى ما بعد رمضان. يعني الجماعة بالعالم كله يعني ما حدا مصلي على النبي يعني عم يحتاطوا. ابشع من هاد كله ابشع 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 الكعبة. تعرفوا انه هلا حاليا العمرة وقفت بالسعودية. تعرفوا انه للأسف الكعبة فاضية. يعني تخيل يا زلمة تخيل الكعبة بعمرة ما كانت هيك ما بعمرة ما فضيت. تعرفوا انه احتمال كبير هالسنة يكون ما في حج عمى بعدين. تعرفوا انه مصادر موثوقة بالعراق بمدينة اربيل جوامع باي باي. هلا بكرة جمعة انا متأكد انه ثلاث ارباع جوامع رح تكون فاضية. انا هيك احساسي بيقول لي ما بعرف. طيب يا جماعة حبينا اليوم نضحككم شوي بطريقة هيك يعني انه ما تكون تقال عليكم ونعطيكم شوية انرجي وطاقة انه انتو اليوم فكر بينك وبين نفسك هيك عود هيك هيك صفون. انت اليوم زيد حدا في حياتك؟ في حدا دعا عليك شي دعوة كبيرة؟ انت مغضوب من امك وابوك؟ انت اكل مال حرام بحياتك؟ انت خضعت انسان بحياتك؟ انت عمل شيء بحياتك لحتى هيك الله يجي يضربك هاي الضربة؟ لا سمح الله طبعا أنا ما بتمنى نهائيا لحدا. بس اللي بيخاف الله عن جد طول حياته ما دعلكم انه والله أنا نبي والله انه أنا زلمة نازل. لا أنا بحكي بشكل عام كل شيء حدا مقصر رح يخاف واللي ما هو مقصر أكيد كمان رح يخاف. بس شيء عن شيء بيفرق. يوم أنت لما بيكون عامل مع حدا شيء ما رح تنام مرتاح. ونفس الشيء هون فينا نتوقع فينا نعمل وقاية عن حالنا. هذا السبيرتو دائما دائما خلي يكون بين ايديكم. الكفوف ضروري. هلا موضوع مسخرة ما بقى في مسخرة. موضوع صار جد. الكمامة بس تطلع من البيت بس كمامة ما فيها شيء عن جد. اي حدا يعطس قدامك ضربه او بعد عنه هروب. يعني بالمختصر المفيد اذا انت ما عملت وقاية لألك رح تاكل هوا. حتى في أدوية المناعته ضعيفة في أدوية ممكن تاخذوها بالصيدليات. تروح على الصيدلي تقول له حبيبي عمو الصيدلي بدي دواء لقوي مناعتي بيعطيك ما فيها شيء. إذا عم تشوفونا لأول مرة حبايب قلبي لا تنسوا تعطونا رأيكم في التعليقات تحت ولا تنسوا تشتركوا في القناة. وربي يسعدكم إن شاء الله دائما يا رب تكونوا بخير. ويا جماعة إذا صار لنا شيء من وراء الكورونا أبقوا سامحونا. سلام.
Yeah, it's that Zach Super Bowl. I know she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach Super Bowl. I know she my flow. Yeah, 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 yeah. It's your boy, it's your man, Young Josh A coming through with the plan. I wrote a couple songs.